زي ما شفنا في التقرير، مبادرة نورة في الحقيقة لقت إشادة واسعة جدا من المشاركات خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، واللي أثبتت نجاحها في تحقيق أهدافها لتمكين الفتيات وتنمية قدراتهم. لقت كمان المبادرة استحسان كبير جدا بسبب دعمها ومساندتها للفتيات في مختلف المجالات. مبادرة نورة بتتميز بأنها مبنية على نموذج برنامج عالمي أثبت نجاحه في العديد من الدول، وفي الحقيقة بيستمر النموذج ده في تطوير المهارات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للفتيات، وكمان تم تعديل النموذج ده علشان يناسب الظروف المصرية واحتياجات البنات المصريات. بيستهدف فئة عمرية من 10 سنين لغاية 19 سنة. مزيد عن الموضوع ده بتنضم دلوقتي إلينا عبر الهاتف الأستاذة شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتيات. مساء الفل عليكي. ألو ألو أستاذة شيرين. تمام مظبوط، أهلا بحضرتك. يعني في الحقيقة لاقيين إقبال كبير قوي على مشروع نورة في مدينة العالمين، حابين نعرف أكتر منك عن المشروع ونسب إقبال الزائرين، لو تكلمينا أكتر عن المشروع ده. تمام، هو نورة أو الإطار الوطني للاستثمار في الفتاة المصرية، هو ده تم إطلاقه في 2022. طبعا والحمد لله حظينا برعاية رئاسية من السيدة انتصار السيسي في 2023، وفي إسادة دولية بالموديل ده وتنفيذه في مصر، وحصل إسادة دولية في اليو ان في 2023، وكمان بعض الدول طلبت انها تستفيد من التجربة المصرية في تمكين الفتيات. الحقيقة ان المشروع بيستهدف الفئة العمرية من 10 ل 14 سنة. الفتيات بيتم انها يعني تحصل من 10 ل 19 ولا من 10 ل 14 سنة. ومن خلال بقى رحلة 40 اسبوع مع الفتاة بنقابلها كل اسبوع ونديها مهارة حياتية مختلفة، بتحصل مثلا على بعض المعلومات حوالين الصحة الإنجابية والمهارات الحياتية زي التفاوض، زي انها تتعامل ازاي مع المجتمع اللي حواليها، مهارات خاصة بالحماية الشخصية وازاي انها تفرق بين اللمسة الأمنة والغير أمنة، وتبلغ مين في حالة انها تتعرض لأي نوع من أنواع المضايقات زي التحرش أو أي حالة من حالات العنف. ففي نهاية الأربعين أسبوع بنلاقي إن البنت بتكتسب مهارات حياتية كبيرة جدا تؤهلها للتعامل مع الحياة فيما بعد. ده مهم قوي الموضوع ده، يعني كل النقط اللي حضرتك أشرتي ليها دلوقتي كلها مهمة. صحيح، إحنا النهاردة موجودين في 5 محافظات، أسيوط وسوهاج وبني سويف والدقهلية والقاهرة الكبرى. ومعانا 8000 بنت، أكتر من 8000 بنت موجودين في البرنامج. اتخرج فعليا أو خلصوا رحلة الأربعين أسبوع أكتر من 1000 بنت، ومستمرين في تخرج البنات المتبقية. إن شاء الله عندنا هدف إن احنا نغطي كل محافظات مصر قريب يعني. وكمان احنا بس مش نورة لوحده هو اللي موجود في الإطار الوطني للاستثمار في الفتاة، احنا كمان عندنا بعد كده مشروع دوي. دوي بقى اللي بيستهدف الفئة العمرية من 9 لحد 19 سنة. دوي ممكن مختلف شوية في المنهجية التنفيذ عن نورة، ولكن هو في النهاية الهدف واحد، هو تمكين الفتاة. طيب أنا قبل ما ندخل على دوي، أنا بس يعني متخيلة دلوقتي كل الأمهات اللي بتفرجوا علينا دلوقتي وتابعوا النقاط اللي حضرتك أشرت ليها، حابين إن بناتهم يدخلوا البرنامج ويتخرجوا من البرنامج، هل في أي دراسة يمكن الالتحاق او الحاق هذا البرنامج للمدارس مثلا عشان اكبر عدد ممكن من الفتيات يستفيدوا بيه؟ الفكره في البرنامج ان احنا نوصل للفتيات من خلال نوره، ان احنا نوصل للفتيات اللي هي ما بنعرفش نوصل لها عن طريق اي اليه ثانيه. ف يعني هنلاقينا اكتر موجودين في الكره والنجوع النائيه قوي اللي ممكن البنات فيها ما عندهاش فرصه كبيره في الالتحاق بالنظام التعليمي المصري مثلا، او الناس في المدارس فبتلجا للمدارس المجتمعيه مثلا. فاحنا بقى بنروح للاماكن دي علشان نوصل للفتاه دي، ولكن من خلال دوي بقى بننزل المدارس. طيب كلمينا يعني اكتر عن دوي بقى. في دوي بقى احنا عندنا 3 محاور رئيسيه بننفذها. أول حاجة هي استهداف الفتيات من خلال دوائر الحكي في المدارس والتجمعات بقى مثلا في مراكز الشباب، وبنبدأ نتكلم مع البنات من خلال دائرة الحكي دي عن بعض الموضوعات
اللي بتهم الفئة العمرية دي، زي مثلا التعبير عن المشاعر وازاي يتكلموا عن أحلامهم وطموحاتهم للمستقبل، بعض القضايا زي تغير المناخ، زي الزواج المبكر في بعض القرى حسب المحافظة طبعا المستهدفة. والمحور الثاني هو إشراك المجتمع حواليها في دعمها، وده بيحصل من خلال الحوار المجتمعي ومراكز بقى الشباب، بنعمل فيها بعض الفعاليات زي يعني بنعرض أفلام وثائقية حوالين موضوع معين، فليكن الزواج المبكر مثلا، وبعد كده يحصل نقاش مجتمعي ما بين البنت وأهلها أو ما بين البنت والمجتمع المحيط بيها، ويبدأ الطرفين يسمعوا وجهات نظر بعض علشان نحدث تغيير فعلا في المجتمع خلال يعني على بعض القضايا. والمحور الثالث هو التعلم الرقمي، من خلال دوي بيتم منح شهادات محو الأمية الرقمية للفتيات والفتيان، يعني هي لا تقتصر على الفتيات فقط، وعندنا أكثر من 140 ألف حاصل وحاصلة على شهادة محو الأمية الرقمية من خلال الأبليكيشن والويب سايت بتاع دوي. هو الجميل ان المجلس القومي للمرأة بنشوفه النهارده بيهتم جدا بتمكين الفتيات والسيدات، لكن كمان النهارده في اهتمام بالرجل كمان. يعني النهارده انت بتقولي دوي، حضرتك بتقولي دوي يعني يمكن او من الممكن مشاركة الاولاد فيه كمان، مش بس يعني حصري للفتيات. دور المجلس القومي للمرأة في الأنشطة المختلفة يا فندم المقدمة في خليني اقول مهرجان العالمين في نسخته الثانية، لو حضرتك تقول لنا بإيجاز سريع الأنشطة المختلفة اللي بيقدمها المجلس القومي للمرأة. تمام، هي كانت طبعا فرصة رائعة ان احنا نكون موجودين في مهرجان العالمين بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في معرض تنمية الأسرة المصرية. الحقيقة ان المعرض بيعرض معظم المشروعات التنموية اللي المجلس بيقوم بتنفيذها، سواء على مستوى الحرف التراثية او كمان على مستوى المشروعات التنموية زي مشروع دوية نورة او تحويشة او عرض بعض الخدمات اللي بيقدمها مكتب شكاوى المرأة. وحبينا ان احنا نقدم ده بشكل مختلف يكون بيتناسب مع طبيعة المكان وطبيعة المهرجان. فمن خلال البوسز بتاعتنا او الاماكن المعروضات بتاعتنا بنعمل بعض الالعاب اللي بندمج فيها الاسرة كلها. طبعا هو مصيف من الاخر والناس جاية بالزبط. تصيف. ولكن احنا بنعتمد على الايديوتينمنت او ان احنا بندي المعلومه بتاعتنا، ولكن من خلال نوع ترفيهي يعني شويه. بالظبط بالظبط، فبنعمل العاب لطيفه نوصل بيها الرسائل بتاعتنا ونعرف الجمهور على المشروعات من خلال الالعاب اللطيفه دي. احنا بنشكركم على دوركم المهم والكبير قوي اللي بتعملوه سواء في مهرجان العالمين او حتى يعني دوركم المجتمعي الكبير قوي في الحقيقه. طول الوقت انتوا بتقدموا يعني خليني اقول دعم كبير قوي للمراه، والنهارده بنشوف الاسره كلها بيتم دعمها من خلال حضراتكم. الاستاذه شيرين ماهر منسقه البرنامج الوطني لتمكين الفتيات، شكرا جزيلا لحضرتك.